خلتني أحبك ولك يومي ولا عتبك في أقرب من حبك روح مني يسلموه. ديك اسمعي، وكانت أشعة الشمس كزنجية شقراء تتكئ على غيمة صاعدة نحو الأسفل. الله، لك إيشوها؟ إيشوها القصة اللي متاخد عقلكم فيها؟ شو اللي مو عاجبك فيها؟ لك ما فهمت منها ولا حرف. لك مو ضروري تفهم، المهم تحس. بشو حس؟ تحس انه في كلام حلو وفي وصف حلو، يعني هيك شغله. حالتك بقى انت واهلك، لو مو كاتبه صهري جوز اختك ما كنت كملتي فيها سطر واحد. شي طبيعي شوف حالي بصهري جوز اختي، نشروا له هالقصه والكل حبها والكل عم يمدح فيها. يا انا بفهم اكثر منه، ما حدا منكم اتاخذ فيه. انت عم تحكي هيك لانك بتغار منه، وين ما راح وين ما اجى بيقعد وبيناقش. بغار منه؟ انا كله على بعضه ما اللي شايفه. اوعك بكره بدك تشوفه، بكره جاي لعنا هو اختي على الغدا، وبكره من الصبح بدك تنزل جيب النهارات للعزيمه. قال مو شايفه؟ قال لا ضروري تهزي بدني بهالخبريه. يا يعني عيال يعني. شمس الليل هذا عنوان هذا، وكانت ولع عمرها. قلت له لرفيق الصحفي اللي عمل اللقاء معي. مو هذا رفيقتي دائما بيجي لعندك؟ ايوه هذا هو. نيالك كمان عندك رفقات صحفيين؟ اي طبيعي، شيء عادي بالنسبه لي. قلت له ردا على سؤاله المفاجئ. هدول الصحفيين في لهم اسئله مفاجئه. ايه قلت له انا ما كنت متفرغ للقصه القصيره، مشان هيك ما فكرت اكتبها نهائيا، لانه عندي اهتمامات ثانيه. يمكن بتعرفوا هذا الشيء. نعم نعم. قام سالني بعد ما صفن كثير انه شلون كتبت هالقصه لك؟ فعلا سؤال رهيب. ايه ما في شيء، قال له صار عندي وقت حك راسي كتبتها، مو هيك عديل هي. انا قلت له انا حبيت اكتب خاطره عنيت على بالي، انتم سميتوها قصه قصيره. قام غشي من الضحك وقال برافو. سمعتوا؟ قال له برافو. لك شو هالرجال اللي عندي؟ لسه ما شفتي شيء امي، قلت لك هالمازن شغله ما حدا بيطلع له معه بنوب. صهري، شو رايكم بالاحداث العالميه اللي عم بتصير بالعالم حاليا؟ لك شو هالسؤال انت الثاني؟ اسكت انت، هيك بيسالوا عاده بالندوات الثقافيه. تفضل صهري. ايوه، في الواقع العالم اليوم عم يتخبط ببعضه. شو؟ فعلا عم يتخبط ببعضه. ففي كثير من الازمات الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه وامراض غير معلوفه. ببساطه عصرنا هلا هو عصر القلق. مبين عصر القلق، لكان عصر بندورة. هذا رأيي. أنت يا عمي شو رأيك؟ يا سيدي معك حق، أنا من رأيك كمان. وأنا كمان. وأنا كمان. وأنا أيضا. أنا مالي موافق. لو تعرفي قديش مروق انا اليوم. هذا صهرك زحلق حاله بدون ما يحس. لو ما قالوا صحفي رفيقه بالمجله ما كانوا نشروا له القصه اللي ما فهمت راسها من اساسها. هي دائما الناجح بنقول عنه يا اما مدعوم يا اما محظوظ. وشو هالنجاح دخلك؟ على اساس اخذ جائزه نوبل يعني؟ ولا لانه صهرك شو ما حكى بيكون مهم؟ ايه شي مهم. ليش حضرتك ما شاطرت وحكيت؟ يعني الحكي شطاره؟ طبعا شطاره، شطاره وشخصيته قويه. طول النهار والليل بحكي معك وما شفتي لهلا انه شخصيتي قويه. انت حبيبي بتدج الكلام دج، وافقك السرموديه ضعيفه. افقي السر يا حبيبي؟ لك انت اللي ما بتهتمي فيي. لا بلا حبيبي، بهتم فيك. هلا انت نام وبكره بنتناقش. تصبح على خير. وانت من عيلته. بسيطة يا سلوى، فرجيكي انت وعديدي. شوف يا جار، انا خبرتي بالحياة خلتني اعرف الناس كيف بتتصرف. خبرتك بالحياة يا جاري راح تفوتني بالحيطة. هلا فهمني شلون بقدر اصير مثل عديلي. شغلة عديلك بسيطة، لانه العلة مو بعديلك،
العلة باللي حواليه الله لا يبعث لك علة. ما فهمت عليك، ممكن تشرح لي الله لا يشرح لك مهب؟ وقت عديلك بيكون عم نحكي هن بيبقوا قاعدين حواليه ومو فهمانين شي، وعاملين حالهم فهمانين وعم يهزولوا براسهم، هو بقى سيدي كل ما له بترغل أكتر. بس عديلك مو مثل ابن أختي، أنا ابن أختي مدوخ العيلة والجيران وأهل الحارة تمام. ما بتلاقي لا من مركز ثقافي لمركز ثقافي، من مهرجان لمهرجان، من سينما لسينما، من ندوة لندوة، خيال الدنيا. إيه؟ هو إمتى بيشتغل هاد؟ شو ما بيشتغل شيء؟ هو عواضلي، بس بيقولوا عليه بيشتغل مثقف، مدبر حاله، بس منين عم يدبر مصروفه؟ ما بعرف. شو يعني؟ بدك يعني أعمل مثل ابن أختك؟ شوف يا سيد رامي، إذا بدك تستفيد من خبرتي، أنا ما رح أعملك مثل ابن أختي، حأعملك أفضل بكتير، وعندي كم وصفة بيطيروا العقل، بس أنت ما عليك إلا أنك تطبقهم وتورجيني. مشي. لسا ما شفت شي يا خانم، اول الرقص عنجلي. وصباط وبنطلون جينز كمان؟ عن جد احكي عن جد، هذا اللباس ما بيوحي بالثقة والبساطة والعمق الايديولوجي؟ لك قالوا ايديولوجي؟ لو مو شفت عيني ما بصدق. شو تصدقي وما تصدقي؟ هذا لباس مثقفين هذا. أنا مثقفين؟ بعدين بتعرفي بعدين. لك رامي؟ هتكون شربان شي؟ أعوذ بالله، أنت بتعرفي إنه أنا ما بشرب. بس من هلأ ورايح رح تشوفيني إنسان تاني، متطور كتير عن الأولاني، قاطع خطوات حثيثة عن الأولاني، برؤية جديدة، بحلة جديدة. هلأ هاي هي الحلة الجديدة؟ شوف يا أما بتغير أوعيك يا أما بيطق عقلي. متخلفة، عبث. عبث. هذا الكتاب يتحدث عن العلاقة المعقدة بين الريف والمدينة. هذا كأنه أريناه. أدبيات المحيط الذي لا يهدأ للشاعر ابن الشاطئ، وهذا كأنه أريناه. سلوى يا ريت تساوي لي كابتشينو. انه ذاك التناغم. شو الادوات المتخلفه؟ هذا التناغم الروحي بين الانسان والبحر، لشاعر احب البحر ولكن البحر لم يحبه فضاع في لحيته. على خالص اليك إلى عينيك وأنفي، تلك الرسالة القرمزية. الشاعر عبد الرحمن الوجه، كمان يعني خاصة. أنت وأنفي والجيوب موحشة تلك الدنيا. ودارنا كمان. مو بس مرتي اللي لخمت، عينك تشوف السمان واللحام والخضري والمكنسيان. ما استغربوا وقالوا لك ليش عامل بحالك هيك؟ هن لما شافوني ناتع الكتب انفلجوا. بتعرف انطبعوا اول شيء، بعدين تشجعوا، الانسان الا ما يتشجع. فاجوا لعندي وقالوا لي شو الوضع؟ فقلت لهم عدت للثقافة والثقافة عادت الي. لك يا عيني عليك وبرافو عليك. ولا بالشغل، عينك تشوف المدير. المدير ذات نفسه
كيف حل حالة براغي وشه وقت شافني. معهم بيعتادوا عليك. طيب هلا شو ناقصني؟ ناقصك كم شغلة، يعني وقت بيكون واحد عم يحاكيك لا تطلع فيه بنوب. لك وين بدي اطلع لك؟ لفوق الطابق الاول، الثاني، الثالث، الرابع، عليه غسيل، عم يشرشروا هيك على الرايح والجاي. نزلنا لفوق. اطلع اطلع على اللي عم يسرقوا غرفه، على الاسطوح فوق، على الانطينات، على الدش، على السما لفوق، على الغيوم لفوق لفوق. وبشو بتفيد هي؟ يلي عم يحكي معك بفكرك سارح بعالم تاني، عالم الالهام والابداع. استخدم لي القول المأسور والقائل ورقم الصفحه، واستشهدي بالارقام والنسب المئويه وراجعني. اوكي 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 اوكي. لك شو هاد؟ هي كاربينا بورانا. هي طاغور أينشتاين ماستر يوياني فرويد نيوتن بودلير مولير فولتير. شو عم تقول؟ هدول أهم أسماء اللامعين اللي حفظتهم آخر شيء. لكن تان 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 تان. من إمتى كنا والشمس ترقعنا؟ مشكلتك يا سلوى إنك ما شفتي مني غير جانب واحد لهلأ، هو جانب الزوج المحب. بس في جانب تاني لسه ما شفتي، جانب العاشق المتلهم المثقف، الجانب الثقافي ما بتعرفي عني أنا. لا أمبالا، بعرفك، معك بكالوريا ومالك مكفي جامعة وموظف محترم ومتجوزني، حافظتك كلك على بعضك. شوفي يا سلوى، آخر إحصائية بفرنسا دلت على أنه حوالي 92.7% 3 بالألف اللي من جيلي بتظهر عليهم الثقافة بهذا السن. يو، من وين جايب هالحكي؟ بتعرفي طاغور بكتابه الأخير شو قال؟ أمامك ولا تراه، غائب تسمع عنه، إنه من تلتقي معه. هذا الكلام قايله بالصفحة 162 السطر السابع من تحت. شو حافظ الكتب بالصفحة؟ طبعاً طبعاً، لحتى تعرفي وتتأكدي. بتمنى من زمان تفرجي الناس هالمعلومات لقد ما انفخ فيك. حاجة بقى أختي، شايفة حالة علي بجوزة. ولا يهمك يا أم السوس، من هلأ ورايح ما رح اسمح لحدا يتمنفخ علينا بالثقافة، رح أسبقهم كلهم. كل هاي الكتب رح ابلع بلع وفرجيهم مين انا ومين انت. انت ايتها الشقراء التي حملها بحر البندقية الى مخدعي. انت ايتها التي جاءت لتقتلني. تصدمونتي. ساقتلك. لا، هي من مسرحية اسمها عطيل. تفضل تفضل. برافو برافو، تقدم سريع ان شاء الله. جميل جميل. شي هي جميل، شغله ظريفه هي. لك هذاك اليوم كنت قاعد بندوي عم يحكوا انا ما فهمت عليه ولا كلمه. داخلي قلت لحالي اطلع يا ولد سلالك باللوبيك شوي. طلعت على اللوبيك هيك لقيت واحد طويل مبين من طلته انه مثقف، بعدين قال له دقن مثقف اكثر مني هذاك، عم يحكي وكلهم عم يقولوا اي نعم ويهزوا براسهم، وهو كل ساعه يقول لهم جميل جميل. ايش هي الثقافه هي؟
الله يجعل كل أيامك جميلة. الجمال فن والفن حياة، الحياة هي الحياة. بودلير، تعرف يا سيد رامي، في شغلة أخيرة بدي أقول لك إياها. أنت لازم تروح وتقعد بالمقصف اللي بيلفوا عليها المثقفين، وتختلط معهم وتاخذ وتعطي لك. وبتعرف لي وين هالمقصف؟ الله لا يقصف لك غصن من جنين تاك. هن كلياتهم اثنين ثلاثة، واحد بالنهار وواحد منهم بالليل. عندك علم انه اخر احصائية بجواتيمالا بتقول انه 32% بالسكان بيقعدوا بالمقصف؟ تعرف هلا انت صرت جاهز لتعزم عديلك وبيت حماك وتستخم محاضرة من كعب الدست. جميل 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 جميل. ايه كمل لنا سهري. هي هيك العلاقات الاجتماعية، كل ما كانت مترابطة أكثر، كل ما كانت متراصة أكثر، كل ما كانت متعاضدة أكثر، بتكون كلها دفء، كلها جمال، كلها حب. جميل جميل. العلاقات الاجتماعية منتشرة بكل ركن من أركان الحياة، وبالقصة القصيرة وبالروايات وبكل مجالات الأدب بينحكى شو اللي لازم يصير، طبعاً مو شرط مثل الحياة تماماً. جميل جميل جميل. لك على إيش عم تقول جميل جميل؟ هلأ فهمان كل شي عم يقوله سهري مازن؟ إذا عم تشوفوا السيد رامي ساكت معظم الوقت فهذا ما بيعني إنه هو ما بيعرف. إيه لكن يقول رأيه أحسن ما يضل يقول جميل 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 جميل. آخر أحصائية بالألاسكا بتقول إنه 32% من الذكور بفضلوا التواصل عبر العلاقات الاجتماعية، وإنه 49.7% من الإناث بفضلوا التواصل عبر العلاقات اللغوية، لذلك منشوف إنه الإناث بيحكوا أكثر من الذكور. يعني هي أمور بتضلها نسبية. صحيح صحيح، بس النسبية بتضل مرتبطة بالحركة الميتافيزيقية للانفلات الواقعي، يعني الانفلات النسواني دائما أقرب للعالم الاجتماعي من الصرامة الرجولية اللي بتنسحب عادة على الحركات الغيبية اللي بتصير بالإحصاءات كما في إحصاء الألاسكا. يعني بتقدر تقول في هيك وفي هيك. إيه أستاذ رامي، احكي لهم عن الطاغور. الطاغور مداعبة جميلة، أنا أعشق عبث الزوجات. طاغور شاعر هندي رومانسي روحاني. جميل جميل، معلومة دقيقة اللي قلتها. هو حقيقة طاغور بشكل حالي من التواصل اللاعقلاني مع العلائق المادية المحيطة فيه. كل علاقة مادية مرتبطة بمستوى تاني غير مادي روحاني، استطاع طاغور أنه يعبر هذه العلائق ليوصل لجوهر هذا التواصل اللامادي. كيف كيف؟ هن المثقفين الهواة دائما بيحددوا المسميات حول طاغور. في شيء بيفيدك، في كتاب هندي بيحكي عن النقد الهندي بعنوان ناهي ناهي هاميريا، وترجمتها الحرفية بالهند الشعر الهندي لا لا، هيك الترجمة الحرفية للعنوان. بالصفحة 143 بالسطر الرابع من فوق بتشوف هاي المعلومة بين قوسين محطوطة. يا ريت اطلع على هالكتاب المعقد هذا. الحقيقة هالجلسة تسمى كتير، أنا حاسس صار عندي إشباع تمام يعني. طيب يا جماعة خلونا نحكي على شي تاني. مثل شو؟ عن المعيشة، الحياة، الأكل، الشرب يعني. الحقيقة أنا بفضل يكون نقاشنا ذو فائدة، يعني ناخذ منه شيء. مثلا هذاك اليوم بأحد الإذاعات سمعت في برنامج عم يطرحوا سؤال عن تخطيط الأمور الاقتصادية بالمنزل، والحقيقة سؤال كتير مهم هذا. جميل، قل لي كيف تعيش أقول لك من أنت سقراط. أنا بشوف إن الواحد ما لازم يحرم حاله من شيء، لأنه قد ما خطط ما بتزبط معه. جميل أنكل أفؤاد جميل. التخطيط حياة والحياة تخطيط. مولير. هلأ مولير قال هيك؟ نعم، قال هالكلام بأعماله الكاملة بطبعة دار الجيل الجديد بالصفحة 1015. ليش الكتاب كم صفحة؟ يعني معقول يكون هيك كتاب شي 1100 صفحة؟ الحقيقة أنا وصلت بالكتاب للصفحة 1098 بعدين مليت شوي. وليش بقى؟ داخلي منه ما في شي جديد، افتقد عنصر الإدهاش والدهشي حياة بين جوزه. الحقيقة يا سيد رامي أنا ما عم بقدر جاريك،
يعني الحقيقة ثقافتك موسوعة. الحياة ثقافة والثقافة حياة. لا فوزي. فعلا فعلا صحيح. الحجر يلي ما بيعجبك بفجيك. حجر وبفجك. جميل جميل أنكل جميل. أنا بحب هاي اللهجة الدارجة كتير. أستاذ رامي قرض لهم شعر. عن الشعر؟ هل أحكي لهم عن الشعر أم عن المسافات البيضاء التي تملأ روحي؟ الشعر حياة. جان جاك روسو. والله طحش عليك منيح. أصدقائي عشاق الصفحات المهجورة، اسمحوا لي أن أسمعكم كلماتي التي كتبتها بعد الممات. إليك تسافر سنو نوة الصفراء في خريف أخضر وفي بياض الليل وعتم النهار. أحمل إليك عتم الشمس وضوء القمر. أعدو إليك فتسبقني الكلمات. أتصفح وجه الكلمات فلا أجد إلا عينيك. أنت أيتها المرمية على إسفلت قلبي. زيحي، ما عدت أستطيع النسيان. ذاكرتي أنت والأوراق، أم سجارتي أم عقب الأحزان. وحيد أنا كما الليل في عتم النهار، ليس فيه إلا عينيك. يا سلام. حزين أنا وعلى الوجه ابتسامة. حزين أنا وعلى الوجه ابتسامة. سعيد أنا وعلى الخد دمعة. ابتسامة ودمعة ورحيل. يا عوسج القلب المهجور عودي، فما عاد في القلب إلا اسم عينيك واسم عائلتك واسمك. إليك أرحل اليوم إليك. المدلهم يا زوجتي العزيزة. قول صباح الخير. وينك لهلأ؟ غلي قلبي عليك وأنا عم بستناك. سلوى الله يرضى عليكي، أنا ما عدت طفل صغير. بعرف مالك طفل صغير، بس من يوم اللي كشفت لنا عن مواهبك المدفونة وأنت عم تتأخر برات البيت. جميل جميل. مسألة المواهب جميلة، الحياة موهبة أرخميدس. لبات اللي جميل هاي صرت أتزاول منها. تعرفي آخر إحصائية بتقول إنه 32% من النساء بالباكستان بيتضايقوا لما بيتأخر أزواجهم على البيت. هي ما بدها إحصائية واضحة. وين كنت لهلا يا حضرة الأستاذ؟ كنا قاعدين أنا وكذا فنان وكذا ممثل وكذا رسام وعم نتناقش بمواضيع الأدب والثقافة. وإن شاء الله قعدتوا تقروا وتضيعوا وقت لهلا. معلش سلوى، ما تعبري عن المسألة بهالطريقة الساذجة، لأنه قضايا المثقفين مالك علاقة فيها. لك يا رامي الله يرضى عليك، انت رجال متجوز وعندك مسؤوليات عائلية. مسؤوليات الثقافة أهم بكتير. لازم تعرفي إنه الثقافة قضية مصيرية بالنسبة لي. بعدين أنا شو بدي ساوي إذا كنت محور الجلسة؟ يا رامي الله يرضى عليك، الحياة بعد الزواج بتصير لبيت الزوجية. الحياة بعد الزواج إزعاج بإزعاج. مين المضروب على قامته اللي قايل هالحكي؟ هي مقدمة كتابي اللي عم ألفه. شوف يا رامي، هي آخر مرة بنبهك فيها. أنت لازم تدير بالك على حياتك الزوجية وعائلتك. حياتك الزوجية والعائلة والبيت والأولاد الذين لم يأتوا بعد. Thank you.
هذا هو الكتاب. إن أجمل الكتب تلك التي لم تطبع بعد. رامي. إيه سيدي، هل حققت أحلامك؟ الحياة حلم. كالديرون. بصراحة أنا ما توقعت أبداً إنك تنجح النجاح كله. النجاح هو الحياة. راسبوتين. شو هاد، شي ظريف والله. إيه سيدي، حكينا ومشي الحال. بقى اطلع لي من ابواب هالسحاب واللخم هاد وارجع لي مثل ما كنت. العجلة لا تعود إلى الوراء. أكبر شي مبين كذبت الكذبة ورجعت صدقتها. حياتنا مليئة بالكذب. شاعر الصحو والعتمة، عاشق الأطريق والفقمة. Thank you.